انطلقت فعالية مهرجان الحب والسلام للعام الثامن على التوالي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وبرعاية مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية وبمشاركة رابطة السجالين بالبحيرة. وكرم المهرجان عددا من المثقفين والشعراء والأدباء وذوي الهمم والمسنين والأيتام بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة. كما شهد المهرجان مشاركات شعرية وغنائية لعدد من الفنانين والشعراء. تكريم الشعراء والمثقفين ورابطة السجالين وتكريم للقوى الناعمة، ده تكريم واجب علينا. النهاردة في كمان تكريم للأطفال الموهوبين في دار الأيتام وأهالينا من كبار السن في دار المسنين الذين يجيدون موهبة الشعر وكتابة الروايات، فاحنا عاملين لهم يوم النهاردة تكريم ليهم، يوم يبقى جميل، يوم في حب مصر. وطبعا ده من ضمن المبادرات اللي أطلقها التحالف الوطني. في أكتر من 300-400 شاعر مشاركين في المسابقات بتاعة المهرجان، والحمد لله ربنا كرمني وخدت مركز اول. وفي قامات مشاركه في المهرجان موجوده حاليا معانا في القاعه. بندعم الشعر والشعراء وكتاب الاغاني، بندعم الاطفال اللي عندهم مواهب ان احنا ننمي موهبتهم، وده طبعا بيأثر على المجتمع بتاعنا. ومتهيالي ان احنا في الوضع الحالي اللي احنا فيه محتاجين ان احنا نظهر المواهب دي.